من بادر بالقطيعة؟ من بادر بالقطيعة؟ مش عارف يا حبيبتي، المهم أنا إلي حق باخده بس. من الخاسر؟ أكيد هما، وهما تركوني. لم تلتزم بوعودها؟ صح، بس ما فيش ضروري أنا اللي أفسر كيف صح وكيف وليش ودواء زاد، لا عادي وعندي ثقة بنفسي. بشوفوا شايل في عيوني لما أنا خدت إيه من الدنيا دي، صحاب كتير أحباب شوية شوية، أمسح دموع تنزل دموع تحرق عينيا، لا عمري خمس ولو بكلمة برضا بقلي وبقول بنعمة دي عامة، ولا كلت لقمك عايش حرام يا حرام. ناس كتير حواليك تحبك وفاك.